بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، صلاة المسافر خلف الإمام المقيم، الآن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم، هل له القصر أم يجب عليه الإتمام؟ ومن فعل ذلك في 3 إلى 5 صلوات ما الواجب عليه؟ الواجب على المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى، يصلي بهم 4 فيصلون معه 4. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسافر يصلي وحده 2 ومع الإمام 4، قال: تلك هي السنة. وهذا واضح إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة. إذا دخل المسافر مع الإمام من أول الصلاة فواضح أنه لا بد أن يتم مع الإمام. لكن لو أدرك معه 2 فهل يسلم لأنه صلى 2 وفرضه 2، أو يأتي بما بقي؟ نقول يأتي بما بقي فيتم 4، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن المأموم في هذا الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزمه أن يتابعه حتى فيما فاته. شيخ، من فعل القصر؟ نعم. وأما من فعل ذلك ما سبق وصار يصلي 2 خلف الإمام المقيم، فإنه يجب عليه الإعادة، إعادة ما صلى فورا متتابعة. وليس كما يفهمه بعض العوام أن الإنسان إذا كان عليه صلوات متعددة صلى كل صلاة في وقت مثلها. فالعامة يظنون أنه إذا كان عليك 5 صلوات مثلا فإنك تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر، وليس كذلك، بل صلها تباعا في آن واحد. حتى يا شيخ لو كان ما يعلم بالتحديد، حتى وإن كان لا يعلم، لأنه لو كان يعلم لا أثم، أما الآن فيسقط عن الإثم لعدم العلم، لكن ذمته مشغولة بما فاته من الصلوات. ما يعلم الصلوات التي صلاها؟ يتحرى ويقدم. إذا كان لا يعلم الصلاة التي حصل منه فيها التفريط فإنه يتحرى. يا شيخ بارك الله فيك، إذا دخل إنسان مسافر مع ناس مقيمون فصلى معهم الظهر مثلا 2 ثم قام ليصلي العصر 2 ثم علم بالحكم أنه يلزم أن يصلي مع المقيمين 4، هل يعيد صلاة الظهر والعصر؟ يعيد التي صلاها مع الإمام 4، لأن من دخل مع إمام يتم لزمه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك 2. أما صلاة العصر إذا كان صلاها مع غير الإمام 2 فلا يعيد. لا ما يعيد ما دام صلاها وحده. أولى السؤال: صلاها وحده ولا لا؟ طيب، إذن لا يعيدها لأن وقع الصحيح. والترتيب شرط فيما لو علم الإنسان بأنه قد فاته شيء ولم يصليه قبل الحاضر. أما الآن صلى العصر هو بناء على أن الصلاة الظهر صحيح فهو صلاها في وقتها، لكن بعد خاطئها ما يضر. الخطأ في الترتيب أو الإنسان في الترتيب لا يضر. صباح الخير يا شيخ، نسأله لقب. اسأل بارك الله فيك.